عقوبات أفرض عقوبة قاسية جدا لهذه الألعاب النارية، فلا تستهون على الإطلاق بمجرد أنك بتحوز بومب أو صواريخ أو ما شابه ذلك، لأن المادة 102 ألف في قانون العقوبات عاقبة حائز أو مصنع أو مستخدم أو محرز أو مستورد هذه المواد بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد. كنا زمان، كان في زمان في أحد دفوع هذه القضايا، إن المستخدم مادة بدائية زي البارود الأسود، صدر قرار السيد وزير الداخلية رقم 1872 سنة 2004 بأنه أدرج البارود الأسود داخل العقوبة. فبالتالي احذر انك تضبط ببومب او بصواريخ او اي العاب ناريه، لانها في النهايه بتؤدي الى الفزع وبتؤدي الى بعض الجروح وبتؤدي، والبلد طبعا بتمر بظروف، على ما الجهه الحاكمه تميز ما بين ان كانت هذه العاب ناريه او ان هذه عمليه ارهابيه. في هذه الدقائق تفرق في حياه الشعوب، وخاصه في دوله مستهدفه من اعدائها سواء في الداخل او في الخارج. فنرجو رجاء شديدا بان احنا نحذر هذه العاده، لانها عاده ليست من الصيام في شيء، ولا يمكن انها تقترن بشهر الصيام ولا باعيادنا الكريمه.